العطار الموثوق فيها ومجربة مني شخصيا، هتنظف عندك القولون، هتعالج لك الامساك المزمن، هتزلك الدهون عن طريق الاخراج، هتخسس بطنك جدا، هتشد عندك الترهلات، هتخلي بطنك فلات بدون اي دهون وبدون اي ترهلات، وكمان هتعالجي الامساك وهتشيلي اي تراكمات دهون في بطنك. مش بس كده، دي كمان هتعالج لك القولون وهتنظف عندك القولون بشكل سريع جدا وفعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة بقى جايبالك وصفة، عايزة اقولك الوصفة دي انقذتني من الام القولون، هتخفف عندك الام القولون وهتنظف عندك القولون، هتعالج لك الامساك المزمن، هتشلك الدهون عن طريق الاخراج، هتخسس بطنك بشكل سريع وفعال. وبتحداكي، بصي الوصفة دي ملهاش أي آثار جانبية، تنفع للأطفال وتنفع للكبار وتنفع للرجال وللنساء وكبار السن. وصفة حلوة جدا وبسيطة قوي، مفيدة لجميع أعضاء الجسم. مش بس كده، هي حلوة جدا للجهاز الهضمي لأنها بتدعمك بالطاقة وبالحيوية، وبتعالج لك آلام القولون، وكمان بتنزل الدهون المخزنة أسفل البطن وفي المعدة بشكل سريع جدا وفعال. قبل ما أبدأ وصفتي، لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الإشراك الأحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس أمرا. نركز بقى مع بعض يا برنسيسة في الوصفة بتاعتي عشان تجيب معاكي نتيجة. فبالله عليكي حبيبة قلبي ما تنسيش اختك تحطي لاختك اللايك، ونركز مع بعض في طريقة استخدام الوصفة وكمان طريقة تحضيرها. كل اللي احنا هنعمله، هناخد معلقة، طبعا المعلقة اللي عندي دي معلقة صغيرة، فاحنا بناخد معالق صغيرة من المكون، اتنين كده، تلات معالق بالظبط من المكون السحري ده، وهو المكون اللي ليه فعالية رهيبة، بينظف القولون، بيشيل الدهون عن طريق الاخراج، بيشد الترهلات جدا. واحلى حاجة فيه ان هو لو انت عندك مشاكل في الكلى، يعني لو عندك حصوات على الكلى، الام في الكلى، بيعالجها لك جدا. المكون ده هو الشعير، هتجيبيه من عند العطار، سعره رخيص. لو ليه اسامي تانية حبايب قلبي اكتبوا في الكومنتات. هناخد منه 3 معالق صغيرين بمقدار معلقة ونص كبيرة، تمام، وهنحطها في الطبق زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده حبايب قلبي هنبدأ ان احنا نحط عليه المكون الرهيب الفعال ده، وده كنز بجد لإزالة الدهون وتخسيس البطن جدا، وكمان بيحرق دهونك وبيحرق سكرياتك وبيحرق اكلك علشان تاكلي لنفسك فيه، وفي نفس الوقت يشتغل معاكي حرق. هو المكون السحري ده وهو القرنفل، هنجيب من القرنفل، طبعا القرنفل هنا حبايب قلبي بيتضاف بالحبه، يعني بمقدار معين بنضيف القرنفل، 3 4 5 6 7 8 كده 10، 10 حبات فقط من القرنفل. القرنفل ما بيتضافش عشوائي، بيتضاف منه بالحبات. طيب يا مايا، لو انا عندي القرنفل المطحون هتاخدي منه ربع معلقه بس، تمام، على 3 معالق صغيرين من الشعير. هما المكونين دول هناخدهم وهنطحنهم في المطحنة علشان يبقوا بودر خالص، احنا عايزين الشعير بتاعنا مع القرنفل ينعموا خالص ويبقوا بودر. هطحنهم حبايب قلبي وهرجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي، انا طحنت المكونات اهي، وممكن انت برضو تطحنيهم اكتر من كده، يعني على قد ما انت تقدري ان انت تنعميهم نعميهم، تمام. وهنبدأ ان احنا نحط على المكونات بتاعتي معلقة من الزنجبيل البودر. طيب لو انت عندك التهابات في المعدة او عندك حموضة عالية جدا في المعدة، استغني عن الزنجبيل في الوصفة دي، احنا مش هناخد منه كتير، احنا هناخد منه معلقة بس صغيرة. بس لو انت عندك حرقة في المعدة او عندك مشاكل في الجهاز الهضمي من التهابات او لا قدر الله قرحة، يفضل ان انت تستغني عن الزنجبيل، تمام. طيب حطينا معلقة صغيرة من الزنجبيل، هنبدأ ان احنا نحط عليه برضو معلقة صغيرة من المكون السحري ده، وده بالله عليكي مش عايزة فيه اي الوان صناعية، بمعنى ان انت تجيبيه خام مفهوش الوان، لان الالوان دي بتضر، يعني الكركم عايزين منه يكون
ما فيهوش الوان صناعيه، يكون كركم خام، ممكن تجيبيه انتي وتطحنيه بنفسك في البيت، وده افضل ليكي واضمن ليكي عشان يديكي النتيجه الحلوه في الكركم، لان الكركم من الحاجات الحلوه جدا لتخسيس البطن ودهون البطن، بيركز على دهون البطن بالذات. حطينا معلقه صغيره من الزنجبيل على معلقه صغيره من الكركم، وكمان على المكونات بتاعتنا اللي احنا حطيناها اول الفيديو. بصوا حبايب قلبي، انا معايا هنا كوبايه، او يعني انا عايزاكي تحطي كوبايتين كبار، ده البوله اللي معايا ديت او الطبق اللي معايا ده او طبق الشوربه اللي معايا ده بيشيل كوبايتين كبار من الميه، تمام؟ بيشيل كوبايتين كبار من الميه، عشان بس تبقي عارفه المقدار بتاعي، كوبايتين ميه كبار، تمام؟ تمام، هنبدا ان احنا ناخد مع بعض اهو المكونات بتاعتي كلها وكاملة، هنبدأ ان احنا نضيفها كده. اهو بعد كده هتبدأي ان انتي تجيبي معايا المية، هتسخنيها في الكتل وهتبدأي ان انتي تضيفي الشكل ده كده. طبعا ما ينفعش وصفة تخسيس البطن او تنظيف القولون نحط لها سكر. طيب لو انا مش هقدر اشربها من غير ما تكون محلاه، ممكن تحط لها ممكن سكر دايت، او ممكن تحط لها عسل طبيعي، بس يكون عسل طبيعي مش عسل سكر، تمام؟ معلقه يعني صغيره، بس الافضل ليكي ان انت تشربيها لان ده عليك، فالعلاج عموما بيبقى طعمه مش حلو، فما يعني مش مشكله، هندفيها ونشربها. طيب دلوقتي احنا هنعمل حاجه حلوه قوي، اول حاجه هنعملها ان احنا هنسيب المشروب بتاعنا يهدى شويه، تمام؟ يعني حوالي دقيقتين بس، بعد ما هيهدى خالص هقول لكم هنعمل فيه ايه، لان في تكايه اخيره هقول لكم عليها. دلوقتي هنعمل وصفتنا الثانيه، وصفتنا التانية سهلة وبسيطة جدا، ما فيهاش اي حاجة خالص، مش سهلة قوي، وديت علشان الترهلات، لان انت لو ما عالجتيش الترهلات البطن وانت بتخسسي بطنك، بطنك هيبقى شكلها وحش لما تنزل، هتبقى مترهلة، الترهل بيبقى مش حلو خالص لما ما بتعالجيهوش وانت بتخسي، فبالتالي بطنك ما بتبقاش كويس، شكلها ما بيبقاش حلو، فلازم تعالجي وتشدي الجلد وانت بتنزلي الدهون. هناخد معلقه صغيره من الزنجبيل البودر، معلقه صغيره من الزنجبيل البودر ده بقى علشان هو هيستخدم كدهان، فحتى لو انت عندك مشاكل في المعده تقدر تستخدميه عادي في الوصفه دي، تمام؟ بعد كده حبايب قلبي معايا هنا زيت الزيتون، هتبداي ان انت ممكن تستبدلي زيت الزيتون بزيت الاكل او زيت الطبخ عادي جدا. هنبدا ناخد من زيت الزيتون بتاعنا معلقه صغيره، وهتبدأي ان انت تقلبيهم مع بعض بالشكل ده على معلقة الزنجبيل. هناخد عليهم معلقة صغيرة من المكون السحري ده، وده بقى يعني حلو جدا لشد الجلد، لان هو اصلا بيشد الجلد بشكل رهيب سواء في الوجه او سواء في الجسم، وهو النشا او الكورن فلاور. هنبدا ناخد معلقه صغيره من النشا او الكورن فلاور على معلقه الزنجبيل ومعلقه زيت الزيتون، وهنبدا ان احنا نقلبهم مع بعض كويس. للاسف مفيش بديل في الوصفه دي، يعني مش هينفع تستبدلي الثلاث مكونات دول، تمام؟ هنبدا ان احنا نقلبهم كويس، بسيطه، وصفه بسيطه جدا وسهله، وتقدري تعملي منها كميه كبيره وتستخدميها عادي جدا، تمام؟ بعد كده هنبدأ ان احنا نجيب المشروب بتاعنا بعد ما هدي شوية، يعني هدي حوالي مثلا دقيقتين كده، هتبدأ ان انت تجيبي معايا هنا الخل الابيض، وممكن تستبدلي الخل الابيض بخل التفاح. هنبدأ ناخد من الخل الابيض، لان خل الابيض وخل التفاح ليهم فعالية، الاتنين ليهم نفس الفعالية في تخسيس البطن. هنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض بالشكل ده كده.
هي معلقه صغيره بس، ما تضيفيش اكتر من كده في الخل. تمام. طيب المشروب ده حبايب قلبي هتبداي ان انت تشربيه على جزئين او تشربيه مره واحده، وانا بفضل لك انك تشربيه مره واحده قبل وجبه الفطار بنص ساعه، قبل ما تفطري بنص ساعه او قبل ما تفطري بربع ساعه ابداي ان انت تشربيه، واستني مثلا ربع ساعه او نص ساعه وكلي. مش هتكملي ساعة وهتلاقي بطنك بدأت تشتغل، لأن هو بينزل الدهون عن طريق الإخراج وبينظف عندك القولون. هتدخلي الحمام أكتر من مرة فما تقلقيش، مش هيعملك إسهال ولا حاجة، بس هو هيبدأ يشغل بطنك وهيبدأ إن هو ينظف عندك القولون وهيبدأ إن هو ينزل الدهون عن طريق الإخراج. اشربيه مرة واحدة بس في اليوم لمدة 3 أيام بس، هتلاقي منه نتائج هايلة ومش هتحتاجي تعمليه تاني على حسب ما بطنك هتنزل تستخدميه. بالنسبة للدهان ده تاخديه وهتدهنيه على بطنك وعلى الأماكن اللي فيها ترهلات، سواء الصدر سواء البطن سواء الساقين، أي مكان عايزة تشدي فيه الترهلات، وهتسيبيه لمدة ساعة كاملة وتستخدميه بشكل يومي لمدة 3 أيام. يا رب أكون قدرت أفيدكم. ما تنسونيش في اللايك فضلا وليس أمرا، وأشوفكم على خير والسلام عليكم.